السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الليلة، ونستمر في سلسلة سنن الله سبحانه وتعالى في المجتمع. وهذا الموضوع يعني الإطالة فيه مفيدة، لأنه ينورنا في كثير من القضايا التي نتعامل معها فرديا وجماعيا على مستوى المجتمع، على مستوى الوطن، على مستوى العالم كله، ويفسر لنا التاريخ، ويفسر لنا كثير من الظواهر الغائبة عنا. ولذلك يعني مفيد الحديث عنه من عدة زوايا. الليلة نجيب على مجموعة من الأسئلة يعني نستطيع أن نقول المربكة والمحرجة في هذا الموضوع، فعلا فيها الذي يقرأ عن سنن الله سبحانه وتعالى في المجتمع يلاحظ إشكالات معينة يحتاج فيها توضيح. وهذه الأسئلة تتكرر، الناس يرددونها كثيرا، بعضها يرددها تقريبا معظم الناس، وبعضها لا يرددها المهتمون بهذا الموضوع. والإجابة عليها مفيدة متممة لفهم هذه القضية، فهم سنة الله سبحانه وتعالى في المجتمع. أذكركم، المقصود بسنة الله في المجتمع هو هذه القوانين، هذه النواميس التي تحكم المجتمعات وتحكم الأفراد، مثل قوانين الفيزياء والكيمياء والجاذبية وغيرها. يعني من يعمل كذا ينتج نتيجة كذا، من يتحاشى كذا يخرج بنتيجة الفلانية. طيب، سؤال الأول: لماذا لا يصيب الكفار مثل ما يصيبنا من قتل وتشريد، وهم لديهم فساد ولديهم شذوذ، وكفار أصلا يعني قد وعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب بسبب كفرهم؟ لماذا لا يصيب الكفار، الكفار في أوروبا، الكفار في أمريكا، الكفار في الصين، الكفار في روسيا، الكفار في اليابان، لماذا لا يصيبهم مثل ما يصيبنا من قتل وتشريد، وهم لديهم فساد وشذوذ وكفر وبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ أولا يعني هذا السؤال، الناس يرمون هذا السؤال وهم نظرهم قصير، لا يعرفون إلا السنوات القليلة التي فاتت عليهم، ولا يعرف إلا ما اطلع عليه بالتلفزيون، لا يقرأ التاريخ ولا يفهم طبيعة الشعوب. فأولا الكفار أصابهم بلاوي، أصابهم قتل وتشريد ودمار وتفرق وحرائق وكل ما يخطر في ذهنك. يعني أوروبا كمثال مر فيها من الحروب والقتل والتشريد ما يزيد، أنا لا أبالغ، اقرأ التاريخ جيدا، كثير من الناس لا يقرأون التاريخ، لا أبالغ إن قلت أن الحروب التي مرت على أوروبا، هذه أوروبا التي الآن تعتبر نموذج في الترف والاستقرار والنعيم، أوروبا هذه مر عليها من الحروب خلال البضعة مئة سنة الماضية، ليس منذ القدم، بضعة مئة سنة القادمة الماضية، بس فقط 500 سنة الماضية، قدر ما مر علينا من الحروب ومر عليها من القتل والتشريد والدماء، قدر ما مر علينا لا يقل عن 20 ضعف، لا يقل عن 20 ضعف. يعني حروب الحرب 30 عاما، حرب 100 عام، حروب بسمارك، حروب نابليون، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وغيرها كثير، حروب داخل حتى داخل كل دولة، يعني داخل كل دولة فيها خلافات كثيرة جدا. أمريكا نفسها علشان تتوحد في الولايات المتحدة الأمريكية مرت بحروب، عدد الحروب الكبرى فيها فقط ما لا يقل عن 120 معركة، غير الحروب الصغيرة والمناوشات التي بالمئات. الحرب الأهلية في أمريكا استغرقت 4 سنوات، اللي قبل 150 سنة تقريبا، استغرقت 4 سنوات، وقتل فيها بتعداد هذا الزمن 6 ملايين، تعداد هذا الزمن 6 ملايين. يعني ذاك الوقت كانوا عشر عددهم، الآن كان 600 ألف، فلو حسبت بهذا الزمن لكانت 6 ملايين قتيل. الحرب العالمية الأولى والثانية قتل فيها عشرات الملايين من القتلى، فليس صحيحا أنهم لم يصبهم ما أصابنا، لديهم فساد، لديهم ظلم، لديهم كفر، فأصابهم ما يستحقونه من عقوبة.